الرضا معنى روحاني كتب عنه كتير، واللي كتب عنه صالحين تذوقوه، والناس اللي ليها فلسفة في الحياة وفي العلاقة مع الله دايما يكتبوا عن مستويات الرضا. وأصل الرضا مش بيكون عن الأحداث، أصل الرضا بيكون حالة من الطمأنينة للرب خالق الأحداث، إن أنا مستحيل أضيع في وجود حكمته ورحمته وعلمه بحالي. فكل ما العبد يتعرف على الله، كلما يطمن لله فتسكن روحه تحت مجاري الأقدار. ويتسأل الحسن البصري: من أين أتي الخلق؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. تنسوش بقى، عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، واللي اول مره اشوف قناتي ياريت تنوريني وتشتركي فيها. ويلا بينا نبدا يومنا بالصلاه على الحبيب المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واخيرا ليله راس السنه، ربنا يجعلها كده سنه سعيده عليكم وعلينا. ومرت سنه كده من عمرنا كلنا، كانت سنة يعني عدى فيها الحلو وعدى فيها الوحش، عدى فيها أيام حلوة كتير وشفنا فيها حاجات حلوة كتير، وعدى فيها برضو أيام صعبة كتير فقدنا فيها ناس كانت عزيزة قوي على قلبنا. يعني مش قادرة أقول لكم، هي السنة يعتبر كده، أنا يعني ليت رأس السنة تحس إن السنة اللي فاتت كده شريط كده وبيعدي قدامي كده بالحلو والوحش بتاعه. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل أيامنا الحلوة والوحشة، مادام إحنا بخير وبلادنا بخير وعيلتنا وأزواجنا بخير، فديت فضل ونعمة من عند ربنا. ربنا كده يجعل أيامكم كلها سعادة، وادعوا كتير إن ربنا يجعل كده السنة الجاية كده تكون سنة حلوة كده علينا كلنا، ونشوف فيها الحلو كله، وربنا يكرمنا كده في ولادنا ويسر لهم كده أمورهم كده ويهديهم كده يا رب، اللهم أمين. بصوا، أنا حابة إن أنا أعمل لهم يوم مميز كده كبداية مبشرة لسنة جديدة تكون سنة حلوة عليهم. فعشان اعمل لهم يوم مميز، ابتديت اليوم بتاعي بجاتو اللي هو الجاتو الشوكولاته. حطيت بقى في الخلاط عندي البيضتين، وحطيت كمان الكاكاو 3/4 كوبايه كاكاو، كوبايه من الزيت وكوبايه من السكر، وكمان الفانيليا. وحطيت بره حوالي كوبايتين من الدقيق، عليهم البيكنج باودر، وضربت كل حاجه في الخلاط، وطبعا اللبن او الميه على حسب اللي عندك، كوبايه من اللبن او كوبايه من الميه، وباخد كوبايه من الصوص بس دوت قبل ما بضرب البيض معاها. خدت الكوبايه بتاعت صوص الشوكولاته عشان ازوقها بيها، وحطيتها في التلاجة. وبعد كده ابتديت ان انا اضرب الكيس بتاع كريم الشانتيه. اول مره اجرب النوع ده، بس طلع حلو وطلع ايه شغال، قلت يعني ايه اعملها ازوقها بالشوكولاته وكريم الشانتيه مع بعض، اللي هو ايه حاجه حلوه يفطروا بيها كده جنب اللبن الصبح، بحيث اللي انا حابه ان انا اعمل لهم يوم مختلف، اعمل لهم فطار مختلف، اعمل لهم جو مختلف، هاخدهم بالليل وكده ونسهر بره. احاول ان انا احسسهم ان اللي جاي ان شاء الله هيكون احلى باذن الله، وانا دايما متفائله خير، ودايما شايفه ان كل حاجه طول ما احنا كويسين وطول ما احنا راضين بكل حاجه ربنا بيكرمنا في حياتنا الحمد لله يعني على كل حاجه. عايزه اقول لكم، بما اننا بقى داخلين على سنه جديده، ادعي كتير ان ربنا يكرمنا فيها، وادعي لاولادك وادعي لعيلتك. ما عايزه بس اقول لكم كام حاجه كده، نصيحه ليكم كده قبل بدايه السنه الجديده: اتعلمي دايما من اخطائك، كل الاخطاء اللي انت وقعتي فيها السنه اللي فاتت اتعودي وتعلمي اللي انت ما تكررهاش السنه دي. اي حاجه انت عملتيها وندمت عليها، او اي حاجه جربتيها وطلعتي بخساره منها، ما تكررهاش تاني، اتعلمي من اخطائك. عودي نفسك اي حد انت مش مرتاحه في التعامل معاه طلعيه من دايره حياتك، حجمي دايرة حياتك ديت على الناس المقربين ليكي، الناس اللي فعلا بيحبوك من قلبهم، بعيدي عن الناس المنافقة، بعيدي عن الناس اللي بتكره لك الخير، بعيدي عن الناس الحسودة. اي حد انت حاسة من جواكي دايما امشي ورا قلبك، اللي قلبك بيقولك عليه بيبقى صح. اي حاجة انت حاساها من اي واحدة، سواء صاحبتك، قريبتك، معاكي في الشغل، اي حاجة حاسة ان انت مش مرتاحة معاها، ابعدي عنها تماما. انت مش مضطرة ان انت يكون في ناس في حياتك انت مش بترتاحي معاهم، حجمي علاقتك على قد ما تقدري، خليكي بس الناس اللي انت بتحبيها واللي قريبة لقلبك. اتعودي دايما
الناس اللي قريبة ليك اللي هم يبقوا شبهك انتي. بص الاول شكل الجاتو، شكل الجاتو اللهم بارك تحفة جدا، زوقته بالكريم شانتي وحطيت على وش الشوكولاتة، بصوا تحفة تحفة حرفيا، ما بصوا ما فيش فرق بينه وبين اللي بره، كان حلو جدا. والكريمة طبقة الكريمة وطبقة الشوكولاتة الاتنين مع بعض بالامانة كانوا حلو قوي، يعني عجب البنات هنا جدا. فكان فطار حلو كده على الصبح كده مع كوباية لبن كده، وايه ويبقى فطار مختلف اللي هو الجاتو كده. قلت بدل ما انزل اجيبه يعني وكده، لا انا هعمله الصبح وبالليل نبقى نجيب حاجه تانية للعشاء، حاجه حلوه بس تبقى للعشاء مش للفطور. تمام، جوزي ربنا يبارك له يا رب جاب لنا بقى نتيجه السنه الجديده، فهعلقها بقى 2024، ربنا يجعلها كده سنه كده تبقى حلوه وننجز فيها كل اللي نفسنا فيه. اي حد بقى نفسه في اي حاجه ينجزها فيه. عايزه اقول لكم ان انا قبل رأس السنة بيوم رحنا أنا وصاحبتي بيوتي سنتر، عملنا تنظيف بشرة، كان عرض الصحاب بتاع رأس السنة، كان عاملين يعني عرض على تنظيف البشرة، بس كان عرض الصحاب اللي هم اتنين صحاب يروحوا مع بعض بيعمل لهم خصم يعني وكده. فروحنا بقى أنا وصاحبتي عملنا بقى عرض تنظيف البشرة، كان اللهم بارك حلو قوي. هي كانت جلسة تقريبا كانت اسمها جلسة باربي، تنظيف بقى بشرة بالبخار بقى وماسكات بقى حوالي 13 ماسك او اكتر كمان، فاللهم بارك. بصوا يعني بالامانه كانت حلوه جدا، خدنا وقت عقبال ما خلصنا بس كانت حلوه قوي، فرقت معايا قوي. تمام، فده كان اليوم اللي قبلها كده، كنت مع صاحبتي كنا بنظبط بقى الـ زي ما قلت لكم تنظيف البشره دوت، وده كان اليوم اللي قبله. اليوم بقى بتاع راس السنه اول ما صحيت كده جهزت الجاتوبة او جهزت اللبن كده والفطار الحلو دوت، وبعد كده قلنا هنشيل بقى النتيجة وهنحط بقى النتيجة الجديدة بتاعت رأس السنة، وطلعت بقى للبنات الطواقي بتاعت بابا نويل عشان هما بيحبوا يلبسوها ويتصوروا بيها، يعني حابة ان انا اعرفهم ان في سنة جديدة هتبدأ، واعرفهم ان هما يتمنوا ان هي تكون سنة كده حلوة علينا، وان لكل اللي نفسنا فيه ندعي بيه كده بالليل ان شاء الله ربنا يحققه لنا كده كلنا. تمام، هشيل بقى الكوفر بقى بتاعها، حسيت ان الجديدة دي صغيرة خالص عن القديمة، يعني البنات هم اللي قالوا لي يا ماما دي صغيرة قوي، نتيجة اللي احنا كنا حاطينها كانت كبيرة، ففعلا بصيت عليها حسيتها صغيرة قوي، بس قلت مش مشكلة فعلقناها كده زي ما انتم شايفين. اول يوم في السنة ان شاء الله يوم الاثنين. تمام، خلاص بقى هنلبس دلوقتي عشان خاطر هننزل بقى نسهر برا. عايزه اقول لكم فين الجماعه اللي بيقولوا لي ما الاحتفال برأس السنه حرام ورأس السنه ده مش بتاعنا، فين الجماعه دول؟ انا عايزه اقول لكم الدنيا برا يا جماعه موت، والله العظيم موت حرفيا، انا مش عارفين نشتري حاجه، مش عارفين نقف على اي حاجه، مش عارفين نمشي من كميه الناس. انا نزلنا عند وزير الحلو، وزير الحلو دوت لسه فاتح جديد يعتبر، يعني فروعه كلها جديدة تعتبر، نزلنا عشان نجرب الكشري الحلو اللي طالع ترند دوت، قلنا لازم نجرب ونشوف ايه الحاجة الغريبة ديت اللي طالعة كشري الحلو، ما كناش عارفين هو عبارة عن ايه بصراحة، بس قلنا هننزل ونجرب. فنزلنا الفرع بتاع شبرا مصر، جبنا بقى منه الكشري الحلو، بنطلب كده الاوردر وبنستنى بقى في الانتظار كده شوية، بس عايز اقول لكم كان زحمة جدا زحمة، بس بصراحة كان بيمشي بسرعة، يعني حسيت انه هو كان لسه قدامنا كتير، بس هما بينجزوا، ناس كتيرة شغالة اللهم بارك، والمكان حلو جدا. وبس كده قلنا هنجيب الكشري الحلو، واحنا كنا طبعا متفقين اللي احنا هنتغدى برا عشان خاطر انا قلت لهم بص هعمل لكم اكله حلوه كده في البيت لراس السنه وبتاع، قالوا لي لا احنا هنتغدى برا، قلت لهم خلاص براحتكم، انا كنت عايزه بس اوريكم ان الدنيا عامله ازاي برا. الدنيا برا هايصه جدا هايصه جدا، بمعنى محلات اللب السوداني موت، اي محل هدوم زحمه جدا، الاكل كله زحمه، المشروبات والكافيتريات والسينمات زحمه جدا، المولات زحمة جدا، مفيش حاجة مش زحمة. نزلنا هنا على اتمشينا لحد مول الامير، بصوا الدنيا الدنيا مود حرفيا. دخلنا هنا هنستر فيه شوية، هنقعد يعني شوية فيه كده جوه،
وفي برضو ملاهي في الدور الاخير في المول، بيبقى كارت كده بتشتري كارت من هناك، احنا شارينه من كذا سنة والكارت ده معانا، لما بنروح بنشحنه وبلاعب البنات بيها، يعني على حسب بقى بلعبهم لعبة 2 3، بس انا معايا الكارت كده يعني من كام سنة وهو معايا، يعني كل ما بروح بلاعب البنات بيه. فقلت بقى صور الملك ومكة بقى مع بابا نويل، كانوا فرحانين جدا كل ما يشوفوه بيفرحوا قوي. مكة بتقول لي يا ماما انا نفسي اشوف الحقيقي اللي هو بيوزع هدايا، نفسي اقابله كده بيوزع هدايا. بقولها ده مش عندنا في مصر يعني. وملك عمالة تضحك على عليها يعني وعلى كلامها. بس كده صورتهم حبة صور حلوة جدا هناك. عايزه اقول لكم اشترينا كمان مقرمشات واشترينا حاجات كتيره من اللب بقى والاستوديو والمقرمشات، بقينا نتسلى بيهم واحنا ماشيين يعني قبل ما نروح البيت. المسليات ديت عندنا بصوا ادمان، اشتريناها اساسا من كانت منتشره قوي في الشارع، في الشارع يعني. بعد بقى ما خلصنا سهرتنا هناك نزلنا على شبرا الخيمة عشان خاطر هنتغدى بقى هناك، او يعتبر هنتعشى لان احنا فضلنا لحد بالليل سهرانين، بس ما كناش لسه اساسا اتغدينا ده كله. فنزلنا بقى بصوا احنا ما لقيناش بصراحة هناك في شارع شبرا اكل مناسب اللي احنا ناكله، يعني ما لقيناش حاجة او ما فيش حاجة احنا ميالين ليها في الاكل في المطاعم اللي هناك. فنزلنا هنا على المحل المفضل بتاعي اللي هو سيد كبدة. بصوا بقى صورت لكم المنيو اهوت بالاسعار، في وجبات بقى زي ما انت عايزه. انا عن نفسي انا من عشاق السمين، فعشان كده اللي هو ما بعملوش كمان في البيت عندي كتير، فعشان كده لما بخرج ببقى مياله ليه. فاحنا خلصنا سهرتنا بره واحنا مروحين بقى عدينا على المحل. بصوا الدنيا بره عامله ازاي، الوقت على فكره كان متاخر، يعني الوقت ده كان متاخر قوي والناس كلها بره بتتعشى، الجو بصراحة برا كان مبهج جدا، وان الجو ساقعة والدنيا بالليل بس الناس كلها برضو مصممة ان هي تسهر برا. لا بالامانة الجو كان حلو قوي برا مع الديكورات بقى بتاعت رأس السنة والحاجات الحمراء اللي انتوا عارفينها والبلالين، والدنيا كلها معلقة بلالين حمراء. بالامانة كان الجو حلو قوي برا على الرغم من ان الجو كان ساقعة جدا، يعني الجو ساقعة بس ما فيش برضو. بصوا بقى الاكل بدأ ينزل اهوت. احنا طلبنا ليه الرغيفة المشكلة اللي بيبقى فيها كبدة وسجق ولحمة وممبار وكبيبة، بيبقى يعني مشكل، هو اسمه مشكل، طلب مشكل. فالطلب المشكل ده بيبقى فيه كل حاجة تمام. بينزل بقى معاه ايه؟ بينزل بقى معاه السلطه الخضراء وسلطه الطحينه وكمان الشطه بقى والليمون والميه بتاعه المخلل اللي هي بتبقى حراقه قوي اللي انتوا عارفينها ديت. فبصوا بقى يعني احنا كنا خلاص فصلنا بقى اللي هو عمالين نتمشى، بس فعلا الزحمه قوي قوي ديت خلتنا يعني بصوا مش عارفين نعمل اي حاجه، اللي هو كل حاجه بنخشها زحمه، كل حاجه حتى لو عايزين نتصور في اي مكان او في ديكوريشن عاجبنا عايزين نتصور فيه، بصوا بقى زحمه جدا، كل حاجه زحمه. فالزحمه هي اللي كانت بصوا يعني معرفناش ناخد قوي يعني راحتنا بره. فالمهم ان احنا الاكل اهوت زي ما انتم شايفين ده اللي احنا بقى ايه طلبناه، فهنقعد بقى ناكل دلوقتي، وبعد كده بقى بعد الاكل هنروح بقى. احنا يعتبر سهرنا كده بره واتغدينا بره وشفنا برضو الدنيا فيها ايه بره، يعني عايزه اقول لكم السينمات برضو السينمات زحمه جدا، يعني الفيلم بتاع ابن عادل امام هو اللي نازل والناس بقى كلها سهرانه بره. يعني مش عايزه اقول لك بقى ان هو الساقعه توقفنا ولا الامتحانات ولا الكلام ده، لا مفيش الكلام ده، انت لو خرجتي هتشوفي بعينك ان مفيش حد قاعد يعتبر في البيت اساسا. فروحت بقى
هنحلي بقى دلوقتي. قلت بقى هكون يعني انا كان عندي فضول اعرف الكشري الحلو ده عامل ازاي، يعني دماغي عايزه تعرفني هم عاملين فيه ايه بالظبط. وكل الناس بقى كانت طالباه، يعني الناس كلها جايه مخصوص للكشري الحلو ده. طبعا وزير الحلو ده معروف جدا جدا، هو لسه فاتح جديد بس اللهم بارك اتشهر قوي والمحل زحمه جدا، فتح فروع في كل حته. العلبة دي كانت عاملة 35 جنيه. احنا طلبنا واحدة ليا اسمها وزير الحلو، كشري وزير الحلو او كشري الوزير، والتانية كانت كشري باللوتس. تمام، احنا طلبنا واحدة كده ايه ديت بتاعت وزير الحلو اللي هي عليها النوتيلا وعليها اللوتس، التانية اللي عليها لوتس ديت اسمها كشري اللوتس. بس انا بالنسبة لي اللي عجبني اكتر اللي عجبني اللي هي بتاعت كشري الوزير، جامدة بصراحة جدا. فانا بقول لكم رأيي وانتوا برضو على حسب ذوقكم. يلا لوكا دو انت الاول كده وشوفيها عاملة زي ايه، يعني طعمها شبه ايه كده. ثانية ما تدوقي مع مالك الأول. ايه مالك؟ تصدمتي ولا ايه؟ ايه طلعت ايه؟ ايه مالك؟ ايه ده ابلعي، طيب ابلعي. خلاص هديتي؟ قولي. تنفع عليها شوكولاتة. بس كده؟ بس انا شايفه في حاجات بيضه تحت اهي بس مش عارفه هي ايه. طب دوقي انت كده يا مكة، دوقي من ديت الاول يا مكة. من الاول هي بتقرمش قوي يا مكة. انا سامعاها برضو عماله تقرمش. دوقي كده يا لوكا هنا، ايه رايك يا مكة عامله زي ايه؟ بصي حلوه عامله زي ايه. انت ايه لاحظتي الشوكولاته في دماغك عامله زي ايه؟ مش عارفة. طب دوقي دي، ايه دي اللي هي اللوتس ديت صح؟ كنافة وعليها لوتس بس كده مفيش اي افتكاسة فيها. يعتبر الكنافة دي بدل كأنها بصوا لا بس في حاجة تحت اهي، مش عارفة ده رز بلبن ده ولا ايه. الكنافة دي تعتبر بدل الشعرية بتاعت الكشري. كنافة وعليها لوتس، هي دي العلبة اللي باللوتس ودي العلبة اللي هي بالنوتيلا واللوتس اللي هي بتاعت الوزير الحلو، دي اسمها تقريبا وزير الحلو، انما دي اللي هي اللوتس. المهم يعني حلو ايه؟ ينفع ايه؟ كنافة وعليها لوتس حلوة يعني؟ حلو الكشري ده؟ نجربه تاني يعني ونجيبه على طول؟ ماشي يلا عادي كله. بعد بقى ما ارتحنا شويه كده من المشوار بره، ابتديت بقى ان انا اجهز لهم السهره البيتي بتاعتي. مش معنى ان انا خدتهم وخرجنا وسهرنا بره او اتغدينا بره او قضينا اليوم بره ان انا هكروتهم واضحك عليهم وما اعملهمش السهره اللي انا دايما معوداهم اعملها لهم في البيت. يمكن كان بالنسبه لي دايما معوداهم ان انا يوم راس السنه اعمل لهم اكله حلوه في البيت ونجيب بقى ننزل نجيب بقى بالليل التورته وكده، بس انا السنه دي قلت لا انا مش هجيب تورته من بره، لاني كنت عايزه اجرب الحاجات اللي هي اللي طالعه جديد ديت زي الكشري الحلو والحاجات ديت، وانا كمان عامله لهم جاتوه في البيت، فقلت لا احنا مش محتاجين ان احنا نجيب تورتويه. فعامل لهم بقى السهره بقى بتاعت بالليل اللي هو بقى بنجيب بقى فيلم وحدي في المنزل ونعمل بقى نحط بقى اللب والسوداني والفشور وفيلم حلو كده ونقعد بقى نسهر بقى سهره شتويه كده حلوه لغاية بقى ايه بداية السنة الجديدة. فبجهز بقى الحاجات كلها كده مع بعضها واحطها بقى كده على جنبنا كده واحنا ايه بنتفرج. هم قالون باجزائه كلها، عايزه اقول لكم فعلا هو ده اللي هيحسسك لو انت عايزه حاجه تتفرجي عليها يوم راس السنه. هم قالون باجزائه كلها جميله قوي ومضحك وكوميدي، وبالذات مناسب الاطفال ومناسب الكبار، فبصراحه بحب قوي اللي انا اشغله. يعني بخلص الجزء الاول تلاقيني دخلت في التاني وفي التالت اللي هو نفضل سهرانين عليه. تمام، جهزت كمان بقى الفاكهة، جبت بقى السفندي واللب والسوداني. بصوا انت هتعملي سهرة في البيت لازم يبقى لب وسوداني ومسليات والحاجات ديت انا جبتها واحنا برا، الحاجات دي كلها انا جبتها واحنا برا واحنا راجعين. بقى جبت اللب والسوداني والمكرمشات والفاكهة، جبت الحاجات ديت عشان اجهز لهم بقى الايه السهرة بالليل. فأهم حاجة ان انتوا اليوم بتاعكم تختموا السنة باللي انتوا تصلوا وتدعوا كتير، وتبدأوا السنة باللي انتوا تصلوا ركعتين برضو وتدعوا كتير. فعايزين نختمها بحاجة حلوة ونبدأها بحاجة حلوة ان ربنا يكرمنا كده فيها
ونحقق كده كل اللي احنا نفسنا فيه، اللهم امين. فبصوا بقى عملت ايه، حطيت السفنجي وحطيت بقى لب وزاني بقى، بصوا مشكله كده تشكيله حلوه مع المكرمشات. انا جبت المكرمشات اللي هي كانت اشكال بس ديت اكلناها بره، واحنا بره اتسلينا عليها تمام. فكنت عايزه كمان اعمل حاجه بقى دافيه، لاني بصوا احنا خدنا السقعه كلها بره، الجو ساقع جدا جدا، يعني مش هقول لكم الجو بقى حلو وكده، لا فعلا الجو ساقع، بالذات اللي احنا اتاخرنا في الوقت بره، كل ما بتتاخري كل ما بيكون الجو ساقع. فما كنتش بقى حابه بقى اعمل حاجه تكون مشروب يعني عصير وكده اللي هو بيبقى ساقع فيسقعنا اكتر، لا انا عايزه حاجه بقى تدفينا بقى بعد ما روحنا البيت. فعملت بقى حمص الشام، كنت نقعاه كده زي ما انتم شايفين في العلبه كده، حط عليه الميه، وبعد ما نقعته حطيته بقى في الحله وزودت له ميه، وحطيت بقى عليه الصلصه، بس ما بحطلهوش الصلصة الا لما بيغلي ويكون خلاص داخل يعتبر على سوا، فبحط له الصلصة في الاخر، وبحط له بقى الملح والشطة والليمون. بصوا حاجة كده تحفة والله، بيطلع احلى من اللي بره. يعني احنا ممكن نجيب بره الكيس بيبقى كله مية ويدوبك في حبيتين، او الكوباية كلها مية ويدوبك في حبيتين وبيبقى غالي، فليه ما احنا نعمله كده في البيت كده ونشربهم بقى وندفيهم. خدت بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بقى، المشروبات بقى والتسالي والفاكهة والحاجة ديت، وحطيتها بقى جنبنا كده اللي هو طول ما احنا قاعدين بننقنق فيها. مادام انت عايزه تعملي سهره حلوه لازم يبقى معاكي شويه بقى مسليات، معاكي مسليات، عامله كيكه حلوه كده في البيت، سواء هتنزلوا يوم راس السنه بالليل كده بقى تجيبوا تورتايه او تجيبوا حلويات. على فكره كل الحلوانيين ما بصوا ما فيش حلواني مش عامل عروض في راس السنه، حتى الاكل برضو عاملين عروض على راس السنه، كل الاعلانات نازله على الفيسبوك كله عامل مثلا تورتايه عليها نص دس الجاتوه، تورتايه عليها نص حلويات مشكل، اللي هو تلاقي عروضات يوم راس السنه كتيره قوي، فالجو بيبقى بره مبهج. خدي بقى اولادك كده بالليل واشتري لهم بقى شويه حاجات تفرحهم كده، بصي اتلككي اللي انت تفرحي وتفرحي اولادك، اتلككي، عارفه يعني ايه تتلككي، تستغلي كده اي مناسبه اللي انت تعملي لهم كده يوم حلو يفتكروه لما يكبروا. بس كده صبيت الحمص بقى، هاخده بقى معانا، وده كان اليوم بتاعي، ربي يكون عجبكم وسنة سعيدة عليكم كده، واشوفكم على خير في فيديو